معنا عبر الهاتف من لندن رامي عبد الرحمن، مدير ومؤسس المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحبا بك معنا رامي. إذا يعني الروس نفسهم غير متأكدين ولكن يرجحون مقتل البغدادي، ما المعلومات لديك؟ ما المعلومات التي نقلها المراسل المرصد من على الأرض عن تفاصيل تلك الضربة التي تدعي روسيا أو تقول أنها ربما قتلت أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم؟ نعم، دعنا نبدأ من أن نفند ما قالته روسيا. من أولا عن اسم، ذكرت اسم قيادي، قالت أنه أمير البادية في تنظيم الدولة الإسلامية، قالت أنه اسمه إبراهيم النايف الحاج وهو من بلدة السخنة. هذا الرجل لم يقتل، فيما قالت روسيا أنه غارة روسية استهدفت قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية في 28 من الشهر الفائت. هذا الرجل استشهد، هو وعائلات أفراد، 9 من أفراد عائلته، في 24 من شهر أيار مايو الفائت في ضربة استهدفت قرية الباروتة الواقعة في عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات في الضواحي الغربية، أو نحو 15 كيلومتر عن مدينة الرقة، والغارة كانت لطائرات التحالف الدولي ولم تكن لطائرات روسية أو طائرات ترجح أنها للتحالف الدولي. إذا ما عدنا لتاريخ 27، سجلنا غارة أو ضربات جوية جنوب النهر، منطقة الكسارات. هذه المنطقة أو الكسارات، المنطقة كان هناك فيها استهداف لسيارات من قبل التحالف الدولي، استشهد خلالها 8 مدنيين وقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. لم نسجل أي غارات استهدفت تجمع للتنظيم، أعداد ضخمة يعني 300 عنصر من التنظيم و30 قياديا، أعتقد بأن الرقم كبير جدا. إضافة لذلك، المرصد نشر معلومات قبل أسابيع من الحديث عن الضربة الروسية هذه بأن قيادات الصف الأول في تنظيم الدولة الإسلامية لم تعد موجودة لا في الرقة ولا في ضواحيها، جميع القيادات نقلت أو انتقلت إلى ريف دير الزور الشرقي ولم وغير موجودة في مدينة الرقة أو ريفها. ما الذي تريده روسيا من هذه التصريحات الكبيرة جدا؟ كما قلت تتحدث عن 300 من القادة في تنظيم داعش، 30 منهم من قادة الصف الأول، إضافة إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. ما الذي تسعى إلى أن تروجه روسيا أو تقوله من خلال هكذا أنباء؟ لا، بأن هي التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية وهي التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وهي نحن نعلم بأن سوريا الآن أصبحت يعني مرتعا للجميع. كل أحد من القوى الفاعلة بالمجتمع الدولي يريد أن يحقق انتصارات معنوية أمام جمهوره بأنه هو الذي يحارب هذا التنظيم المتطرف في سوريا. يعني إضافة لذلك، روسيا كانت قد استهدفت رتلة منسحبة من البادية السورية باتجاه الرقة في 25 من الشهر الفائت، قتل فيه ما أكثر من 50 عنصرا وقيادية من تنظيم الدولة الإسلامية. قالت حينها بأنها قتلت أكثر من 200 من تنظيم الدولة الإسلامية. إذا ما عدنا بالإحصائية لروسيا بنشرها عن قتل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، يكون ضعف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتواجدين في سوريا. شكرا جزيلا رامي عبد الرحمن، مدير ومؤسس المرصد السوري لحقوق الإنسان، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة لندن.